بيرقص ولعبة لأحمد راضي مع كيرارتي وفيليكس وشاكر تاني ياخد شاكر حمزة لعب في الشوط التاني ولعبها المعد لخليل علاوي. خليل لرحيم حميد وتتقطع وترجع تاني لناظم شاكر اطول لعيب في دفاع العراق. يلعبها لغانم عريبي وغانم عريبي لعلي حسين وعلي حسين بيرقص فيليكس وياخد كورنر علي حسين. ايوه كده يعني في هجوم وفي نشاط. رحيم حميد بيلعب الكورنر والمره دي برضه لاريوس ما يطولهاش وخليل علاوي ما يلحقش يشوط وتترد للوريس فلوريس لويس وتاني معد انما توماس بوي يلعب لمنوتي وناظم شاكر بره لعب لفرانسيسكو اشول برضه فرانسيسكو لعبها المنوتي طويله ما يلحقهاش فرانسيسكو. على فكره فكره التوالد دي اللي قالوها في الدوره دي ليها ميزه كبيره جدا مش من الفراغ. اولا قال لك ندي فرصه لكل الفرق لغايه اخر ماتش حتى لو ما لهاش نقطه ولا نقطه ممكن تخش يبقى معنى كده ما يبقاش في تفويت في الماتشات زي ما حصل في اسبانيا 82 لما النمسا خسرت من المانيا عشان تطلعوا الجزائر. لا هنا لغايه النهارده كان في فرصه للعراق لو كسبت وبلجيكا خسرت. النقطه الثانيه ان لازم يبقى في نواحي هجوميه للفرق لان العراق لازم تكسب. دي حاجات كويسه وفكره مش بطال. اول مره تتعمل في بطولات كاس العالم. نجريتي ما يلحقهاش توماس بوي ويلعبها فتاح جاسم لخليل علاوي انما كيرارتي اللي جاب الجول لعبها لنجريتي. هجماتهم كلها من ناحيه الشمال لفرانسيسكو انما برافو معد ابراهيم 25 سنه ده خامس ماتش دولي ليه. وعاود للمكسيك مينوتي باك الشمال. ملاحظين انتوا الباك اللعب كله من ناحيه هنا ناحيه الشمال فرانسيسكو اللي عمل الكره اللي فاتت ناحيه اليمين. بيتروفيتش بيبص في ساعته من يوغوسلافيا ومد فاول برضه للمكسيك. هلعبها نجريتي هو اللي بيلعب الكورنرز والفاولات خصوصا من هنا بقى شماله كويسه وفيها اللفه وطالع كيرارتي كالعاده انما تروح لشاكر حمزه 16 بيلعب خط وسط العراق الاوف تايم ده لعلي حسين وعلي حسين لرحيم حميد اللي بيلعب ناحيه اليمين ورحيم حميد لقاسم باسم هو ومينوتي. مينوتي خلصها والحكم بيقول العب لتوماس بوي كابتن المكسيك وتوماس بوي ناحيه اليمين لدومينجز اللي نزل في الشوط الثاني بيلعب باك يمين. مكان فلوريس امادور فلوريس واسبانيا بيلعب كره حلوه لدومينجيز انما تطلع من ناظم شاكر وتاني نجريتي فوق نجريتي فوق انما عامل نشاط كويس قوي في خط الوسط وهو نقدر نقول مفتاح لعب المكسيك. بيحضر
بيلعب كور للفراودة وشاكر حمزة ياخد فاول لابس 16 شاكر. سابوها منظم شاكر. تفتكروا انتوا جيل الستينات عمو بابا من لعيبة كبار في تيم العراق كان. طلع معد ابراهيم ما يلحقهاش خليل علاوي. نمت من المجر شفتوه كان حكم ماتش قبل كده هو اللي ماسك في راودة العراق. منوتي للاريوس قبل احمد راضي لاريوس ياخد ومعد ترجع تاني لشاكر. شاكر حمزة خط وسطه بكام من ناحية الوينج الشمال وفي دلوقتي رحيم حميد بيلعب ناحية اليمين اهو خلي علاوي لعبها له طويلة انما مينوتي رجع واجيري يكملها تروح لعريبي غانم عريبي وتوماس بوي وياخد اوت غانم عريبي بيقول لهم هلعبها جوه طويلة جوه ال 18 وفعلا طويلة واحمد راضي مع كيرارتي ومعاه فيليكس كروز وياخد كورنر احمد راضي انما النهارده لاريوس في الكور العالية مش زي الماتش اللي فات وادي رحيم حميد اللي نزل في الشوط الثاني هيلعب في الكورنر وحلوة انما لاريوس مع فيليكس كروز ومعد وتروح لناظم وكيرارتي انما في رايه رافع الرايه نمت نمت من مجر اوف سايد فيليكس كروز تقريبا انتهى الوقت الاصلي وواحد صفر للمكسيك بالجول اللي جابه كيرارتي السنتر اوف باك بتاعهم تاني جول يجيبه في الدوره كان جاب جول في بلجيكا وادي توماس بوي طويله لنجريتي انما في اوف سايد رافع اجنولين اوف سايد نجريتي متحمس قوي عم فتح جاسم عشان الوقت خلاص ولعب الغانم عريبي باك الشمال من اول ماتشات ليه في الدوره دي دوليه غانم عريبي وعجيري يخلصها لفرانسيسكو ويصفر فعلا بيتروفيتش علشان ينهي لقاء المكسيك والعراق وده